كميات زيادة عشاق ومدمنين وجودي ميمي يحييكم. اهلا بكم في فيلوج جديد في التشانل بتاعتي حلمي ميمي فيلوجز. النهاردة هنتكلم عن المصيبة اللي لقيناها في بيت احمد حسن. لو انت ما تعرفنيش يبقى انت مش بتقعد على النت كتير، ولو انت عارفني يبقى انت واحد من ضمن منتخب ميمي، الهاشتاج اللي بيجمع كل متابعيني. عشان نكمل وتبقى واحد من منتخب ميمي لازم قبل اي حاجة تنزل تشترك في التشانل بتاعتي الجديدة حلمي ميمي فيلوجز. انزل اشترك وفعل الجرس الاحمر خليه يبقى رمادي عشان اي فيديو جديد انزله تبقى انت اول واحد عارف ايه هو ويجي لك اشعار جديد ان احنا عملنا فيديو. انا هكمل بس انت لسه ما عملتش. اوكي خليك قاعد وافضل انا قاعد ونسيب المصيبه. يلا بص اغنيها لك يا عم، اغنيها لك. اوكي عندك 5 خطوات. اوكي 3 2 1. 1 سبسكرايب، 2 فعل جرس، 3 حط اللايك، 4 تكتب كومنت، 5 نكمل فيديو بس انت ما عملتش. يا لئيم يبقى نعيد تاني. ما انت ما بتعملش، خلينا قاعدين كده وحضرتك مش عامل. اوكي 3 2 1. 1 سبسكرايب، 2 حط اللايك، 3 تفعل جرس، 4 تكتب كومنت، 5 نكمل الفيديو عشان انتوا نزلتوا اشتركتوا في التشانل بتاعتي وبقيتوا من منتخب ميمي في حلمي ميمي فيلوجز. اعمل سيرش عني في حلمي ميمي على اي بلاتفورم، فيسبوك يوتيوب تويتر انستجرام، هتلاقيني تابعني، ابعتولي مسجات على انستجرام. ويلا لما نحكي الموضوع عباره عن ايه. رسائل كتير جات لي جدا، مش قادر اقول لكم الاف الرسائل فعليا على الانستجرام على حلمي ميمي. الناس كلها بتطلب عايزين نكمل الحكايه. انا عشان خاطر الاطفال وعشان خاطر الموضوع انا مش عايز احكي التفاصيل، فقلت لهم يا جماعه انتوا تقدروا تشوفوا الموضوع، الموضوع انتهى فمش لازم نكمل. بسببكم احنا ابتدينا نكمل عشان خاطر ده هيرضيكم وده هيبسطكم واحنا نكمل ده. بس انا عايز ارد على الناس بس اللي بتشكك في شويه حاجات، لان في ناس اسمهم يعني هرايين. الهرايين بيكتبوا في كومنتس مثلا ان هو مش عارف ايه عشان تزود التشانل بتاعتك. انا عندي تشانل قديمه اسمها حلمي ميمي على اليوتيوب، هتدخل هتلاقي عليها 132000. الناس دي كلها لو انا عايز اكبر القناه ايه اللي خليني اعمل التشانل الجديده اسمها حلمي ميمي فيلوجز وانزل عليها الفيديوز؟ فرحه مثلا؟ طب ما انا عندي دلوقتي اهو ما يعادل فوق ال 70000. طب ما انا ايه، ما كنت نزلت على الكبيره خليتها بقت 2 مليون. فطبعا ده كل ده هري، فانا يعني بحلق وبشيل من دماغي. وزي ما انا قريت الكومنتس السلبيه قريت الحاجات الايجابيه. ناس كتيرة بعتت لنا قالت لنا يا جماعه البيت اللي بيبقى فيه كده في معوذات بتقولوها، في ايات معينه بتتقال، في حاجات المفروض تترش في الاركان عشان البيت اللي مش نظيف محتاج ان هو يبقى نظيف لان الحاجات دي بتسكن في البيوت اللي زي دي. القصه بتبدا بالآتي، تعالوا لما نشوف. وفي الاول كنت شايف الموضوع عادي، بس بعد كل اللي انا شفته بعيني ان لازم اسيب البيت ده لان البيت ده فعلا مسكون. بس اللي كان بيحصل في الشقه دي حاجات غريبه، اللي انا شفته في الشقه دي ما شفتوش في اي مكان قبل كده، ما شفتوش في حياتي، كانت حاجه جديده عليا لدرجه ان انا يعني كنت بخاف ادخل الحمام، بخاف اقعد لوحدي في الشقه. يعني ما افتكرش من ساعه ما قعدنا فيها وانا هي مره واحده بس اللي قعدتها، وكنت مرعوبه جدا وبقيت واقفه في البلكونه مش عايزه ادخل لحد ما احمد يجي. خدت قرار ان انا امشي منها عشان فعلا الشقه دي مسكونه. زي ما انتوا شفتوا الفيديو كده احنا شفناه زينا زيكم، اتفاجئنا اتخضينا لدرجه ان احنا ابتدينا نشك في احمد نفسه وقلنا ده هو بيشتغلنا بيعمل مقلب في الناس، فمحدش فينا صدق خالص. لغايه ما الراجل ابتدى طلب مننا يا جماعه بعد اذنكم انا عايزكم ان انتوا تروحوا تقعدوا في مكاني. فاحنا شباب ما عندناش حاجه تشغلنا، خلاص نروح. ليه بقى نروح؟ لما لقينا واحد ومراته لسه متجوزين ويا دوبك بيفرحوا بابنهم الجديد وما لحقوش يقعدوا في بيتهم، سابوا الحاجه بعفشها. فروحنا عملنا اللي جاي ده. زي ما انتم شايفين كرامي جايب هدومه، والمره دي بقى احنا بايتين وقاعدين كذا يوم. كرامي يا حبيبي انت مستعد اللي هيحصل فوق؟ باشا انا جاهز اهو، والله جبت كل شنطتي كل لبسي. ساب حاجته يا عيني. زي ما انتم شايفين دي المرايه اللي كان احمد بيصور فيها، ده العفش. مش عارف هو ما حدش كان بينام هنا. بصوا الراجل ساب حاجته، ساب ملاياته، بيته. زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده الحوار طلع جد فوق الجد بزياده، احنا ابتدينا نشك. بس برضو احنا عشان مع بعض فمش حاسين باي موضوع. طب يا ترى الحوار حاصل له هو ولا حاصل لشخص ولا حاصل للبيت كله؟ احنا ما بقيناش فاهمين.
فقررت قلت يا جماعة تعالوا لما نجرب الموضوع بشكل تاني نجيب حد مسؤول في الموضوع ده، شيخ يقرأ عن المكان يفهمنا الموضوع فيه ايه. وبالفعل جبنا حد، والراجل ابتدى يقول لنا كلام احنا مش هينفع نقوله في الفيديوز لان دي برضو يعني حاجة تخص اشخاص، فمش هنقدر نحدد بالظبط الموضوع ايه، بس هنديكم قشور عنه لان ناس كتيرة جدا متشوقة للكلام ده وبشوفه في الرسائل وفي الكومنتس اللي بتتبعت لي. احنا لقينا مشكلة كبيرة جدا، تعالوا بقى لما نشوف ايه اللي هيتم في المشكلة دي. ده ايه ده؟ بصوا ده الانتريه، لقينا دي تحتيه. احنا كلنا مش عايزين نقرب، مش عايزين نشوف ايه الكلام ده. يا ترى ده دم؟ يا ترى ده حاجة سحر اسود؟ يا ترى ده عمل؟ ربنا يستر، لان واضح كمان ان الحاجة اتعملت واتمسحت قبل كده واتعملت تاني. ده يا جماعة ما هو الا حد كان قاعد هنا على الانتريه وراح ماسك ايده، راح دالق العمل او دالق الحاجه اللي ربنا يستر عليها دي، وراح ايه والموضوع كان متداري تحت الكنبه. لقينا البرطمان ده، برطمان معقود زي ما انتم شايفين كده. احنا لما جينا نفتح قعدنا نص ساعه، لو انت شفت الفيديو بتاع ادم وبتاع اكرامي الريحه بتاعته مش طبيعيه، قذره جدا، طلاسم موجوده على حاجه غريبه جدا ومعقوده. يا ترى ده معناه ايه؟ ابعد عن اي حاجه. بسم الله. ادم انا عايز اوضح المكان، انا المفروض هننظف الدنيا دي. بصوا يا جماعه، كل الناس اللي بعتت لي كومنتس انا بقرا الكومنتس بتاعتكم. احنا المفروض هننظف المكان، هنمسح الشقه، هننظف اي مكان مقفول، وعلى اساسه هنبتدي ايه نخلي الشقه رايقه ونشغل فيها قران في كل اركانها، وهنرمي ميه بملح في الاركان، يبقى كده عملنا كل اللي عليه. هو انت مالك في ايه؟ سيدي يا ولاد، سيدي مش قادر بقالي يومين نفسي وكحه جامده جدا، مش قادر. ولكن عاد اي حاجه بتهدئ الكحه هنا ملزقه، لان هنا كان بيبقى فيه كذا حد. انت تحس ان انت رقت يعني، فكر كده باب الحمام ده اصلا ما ينفعش يفضل مفتوح كده، المفروض باب الحمام ده اول حاجه بتقفل. انت بتعند يا ابني مع ولا ادهم. لما ابتدينا نلاقي حاجه زي كده قلنا مش هنسكت خالص، فقررنا ان احنا هنروح النهارده نبات كلنا مع بعض. فاحنا رايحين النهارده هنبات، هنشوف ايه اللي هيتم. في حاجات اتبعتت لنا وايات المفروض هتتقري، وحاجات المفروض هنقراها على ادهم، وحاجات المفروض ادهم هو نفسه يقراها، ونوع من الميه بالملح مع شويه ايات هتتقري على الميه دي وهتترش في الاركان بتاعه البيت عشان خاطر نبقى كلنا في الامان. فانا المفروض دلوقتي في شغلي وخلاص، يعني هو مخلص الشيفت بتاعي ورايح هناك. انا هروح هبات انا وادهم والنمر، وربنا ان شاء الله يا رب يجيب الخير. فتعالوا لما نكمل ونشوف الدنيا ماشيه فين، بس بعد اذنكم لازم تبقوا على يقين ان احنا بنعمل ده عشانكم. لو انتوا مش عايزين ده ما كناش هنلاقي مشاهدات وكومنتات ورسائل جايه لنا بالالافات. انا بيجي لي فوق الالف رساله يوميا على انستجرام حلمي ميمي. عايز تبعت لي اي حاجه، عايز تقول رايك، عايز تضيف اي معلومه اللي تفيدنا في اللي احنا فيه، تدخل على حلمي ميمي على فيسبوك او انستجرام، تعمل لي فولو على انستجرام وابعت لي مسج قول لي انت رايك ايه، ايه الايات اللي ممكن تتقال. ده لغايه ما نروح. انا هروح، انا خدت مجموعه من الايات مع مجموعه من يعني الاذكار اللي المفروض تتقال، مع حاجات المفروض هتتقري على الميه اللي هيشربها، وحاجات هتتقري على الميه اللي هتترش في الاركان. هروح واعمل ده، وربنا ان شاء الله يا رب يجيب خير. تعالوا لما نكمل في البيت هناك.
زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده اللي حصل ده حصل قدام عيني، ولغايه دلوقتي انا مش مصدقه ومش عارف اعمل ايه، وما بقتش متوقع المفروض اللي جاي هيبقى عامل ازاي. انا جيت طلعت قلت خلاص مش لازم اصور، هحكي مع ادهم في شويه حاجات، حاجات هيقراها، حاجات هيحصن بيها نفسه. بس نمت لقيت اللي انتوا شفتوه في الكاميرا ده، لان احنا ابتدينا نحط كاميرات في كل مكان في البيت على اساس ان احنا نرصد كل حاجه بتحصل. بس ما كناش متوقعين ان الموضوع هيحصل كده. انا ما عرفتش انام لحد ما صليت الفجر، وزي ما انتم شايفين انا لابس ومفروض رايح على شغلي، اتاخرت على شغلي لان ما قدرتش انام غير بالنهار ومش عارف ايه اللي جاي. احنا دلوقتي قرينا شويه حاجات المفروض نحصن بيها نفسنا. احنا قلنا لاهل ادهم، قلنا للناس اللي نعرفهم، في شيخ المفروض بيجي هنا، قلنا له المفروض نعمل ايه. فانا هقول لكم شويه معلومات اللي احنا وصلنا ليها، ولو حد فيكم وقع في ضرر زي ده يقدر يعملها. انا دلوقتي دخلت الاوضه اللي حصل فيها المشكله بتاعه امبارح. هنا السرير اللي انا كنت المفروض بايت عليه، وهنا السرير بتاع ادهم. انا دلوقتي هحكي معاكم في حاجات بسيطه بس مهمه جدا. اول حاجه لازم تبقى على يقين بيها، ان زي ما السحر مذكور في القران والجن مذكور في القران، مذكور ان كيد الشيطان كان ضعيفا. كان هنا مش عشان حاجه ماضي، كان هنا بتدل على التوكيد، فان هو كيد الشيطان مهما كبر ضعيف، حجم الشيطان اصلا صغير، هو بيهول لك حاجات. الشيطان وجوده مرتبط بايمانك الداخلي. طول ما انت متصل بربنا، طول ما هو مش هيأثر فيك لا هو ولا غيره ايا كان، لان كل الكون ده مسخر ليك، حتى الجن نفسه والشيطان. طالما انت على يقين بان ربنا الخالق هو الحامي، فانت عندك كل ما يعوزك من كل هذه المشاكل. عندك المعوذات الثلاث، عندك بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. خلاص انت بتستعيذ باله الكون كله، فمين هيقدر يقرب لك؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض، ما في السماوات وما في الارض، من اكل وشرب وحيوانات وافكار وجن بس مش الانس، فمسخر لك كل حاجه. فانت المفروض تعمل ايه؟ تبقى على يقين ان ربنا اله الكون دوت هو الوحيد اللي حاميك، فمفيش اي حاجه هتاثر فيك. اعتمادك على ربنا، اتصالك بربنا، صلاتك الاساسيه اللي هي مفيش فيها كلام، وبعدين ركعتين الشكر، وبعدين ركعتين التوبه، وبعدين ركعتين الاستغفار، وبعدين ركعتين قضاء الحاجه. لو جمعت كل دول حتى في ركعتين تقدر تجمع كذا نيه في ركعتين. لو صليت كل يوم بالليل، واحنا دلوقتي في شهر رجب وبعدين دخل علينا شعبان وان شاء الله دخل علينا رمضان، اعد نفسك لرمضان عشان خاطر تخلص من اي مشاكل، هتلاقي نفسك الهم، الحسد، المصايب اللي بتحصل في حياتنا دي. احنا في موقفنا اللي احنا فيه بنسعى وبنقول يا رب وبنتوكل على ربنا، وبرضه مش مستسلمين، وباذن الله هبلغكم كل ما هو جديد. بس انت في حياتك الشخصيه، دي معلومه يعني من اخوكم كبير شويه، لازم على قد ما تقدر تتواصل مع الخالق. تتواصل مش انك تصلي وخلاص وتأدي فريضه، كده هينزل من عليك الايه؟ ان انت كان عليك فريضه، ولكن انت ما تواصلتش داخليا. تواصلك الداخلي ده بتجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما تستعيذ بالله من الشيطان كده، وتحس ان في قرب بينك وبين ربنا. لما بتسجد همومك بتنزل معاك. انا هكمل لكم في الفيديو اللي جاي ايه اللي بيحصل، هنتصور كل يوم فيديو هوريكم ايه اخر كل حاجه جديده. عشان تشوفوا كل فيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده، عشان خاطر لما اللايكس بتبقى موجوده بتبقى انت مشترك في فيديو قديم، فان شاء الله الفيديو الجديد هتعرفه. وعشان تعرف اكتر انزل اشترك واعمل سبسكرايب للشانل بتاعتي حلمي ميمي فيلوجز، وفعل الجرس، خلي الاحمر ده يبقى رمادي عشان اول ما انزل الفيديو باذن الله تبقى اول حد عرفت. وتابعوني على الشانلز بتاعتي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، حلمي ميمي اللي هي شانل تانية غير دي زي ما انا قلت لكم كده في اول الفيديو. وتابعوني على انستجرام حلمي ميمي، اي حد عايز يبعت لي مسج هقدر اقراها هناك، وتابعوا كل التفاصيل بتاعتي. اشوفكم على خير، وربنا يا رب يحرس كل بيت من اي شر.